حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، أطفأ التيار قبل تنفيذ المهمة، مجهولون ينهبون محطة كهربائية بالكامل في عدن. ومن الصحوة نت، الحوثيون يفرجون عن مواطن سعودي ويواصلون اعتقال آلاف اليمنيين. البي بي سي، وفي أخبارنا المنوعة، نبش قبر طفل سوري لاجئ في لبنان يثير غضبا واسعا. أهلا بكم. انطفأت الكهرباء في أهم أحياء مدينة عدن. ظن الأهالي كالعادة أن الديزل ربما نفذ من المحطة الرئيسية، وخرجوا إلى سطوح منازلهم في انتظار عودتها، لكن الكهرباء لم تعد، فقد تم سرقة المولدات، ومن أطفأ التيار لم يكن مهندسا كهربائيا بل مجموعة من اللصوص. هذه ليست قصة بل واقعا شهدته منطقة جولدمور، حيث يسكن قادة ميليشيا الانتقالي، ووفقا لموقع عدن الغد، مجهولون ينهبون محطة تحويلية للكهرباء بجولدمور. وقالت شركة الكهرباء بعدن إن مجهولين سرقوا محطة تحويلية للكهرباء بالتواهي هي في واقعة هي الأولى في تاريخ مدينة عدن. قال موقع عدن الغد معلقا حول ما يحدث في زمن الانتقالي المطالب بالانفصال، إنه لم يحدث قط أن تعرضت محطة تحويلية للسرقة بشكل كامل. وقال مسؤولون في مؤسسة الكهرباء إن مجهولين سرقوا المحطة وقاموا بنهب كابلاتها الكهربائية بعد أن فصلوا التيار الكهربائي عنها. وبحسب المؤسسة العامة للكهرباء، فقد تعرضت محطة جولدمور في الفترة الليلية لتكسير أبوابها وسرقة كيبل ضغط عالي من المحطة وتخريب منظومة التشغيل، ما تسبب بحرمان المواطنين من استمرارية الخدمة. إذن لأربعة أعوام كانوا معا في ذات المعتقل، هم يموتون تحت كل يوم تحت التعذيب وهو يعود إلى بلاده. هم يخرجون جثثا وهو يخرج على قيد الحياة، لأنهم يمنيون لا يتم الإفراج عنهم إلا عندما يكون قد رحلوا عن الحياة، ولأنه سعودي أفرج عنه وعاد إلى بلاده التي يخوضون حربا معها. هذه هي ميليشيا الحوثي التي لم يكن لها حتى حق احتجاز المواطن الذي كان قد زار اليمن قبل 4 سنوات للاستشفاء بمياهها الكبريتية، فاعتقلوه وأفرجوا عنه دون أن يعرف غيرهم ما يحدث. وفقا لموقع الصحوة نت، تحرير مواطن سعودي من سجون الحوثي بعد مرور 4 سنين على اختطافه. وقال الموقع إن السلطات السعودية نجحت في تحرير مواطنها ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد 4 سنين من اختطافه. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الذروي وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء الثلاثاء، وكان في استقباله أسرته، ولم تذكر المصادر كيف تم تحريره. يشار إلى أن ناصر يبلغ من العمر 47 عاما وهو متقاعد عن العمل، ومن أهالي محافظة صبية جنوب غرب السعودية. اعتقل في اليمن مع بداية عاصفة الحزم عندما كان في رحلة علاجية، وبعد اعتقاله من قبل الميليشيا فشل الصليب الأحمر الدولي في إطلاق سراحه. استقبلته أسرته بكل سعادة، بينما تقف مئات الأسر الآن عند بوابات معتقلات الحوثيين، حلمها مجرد زيارة. أما الإفراج فلم تعد تحلم به بعد آلاف الوعود، فمتى يعامل اليمني في بلاده كالأجنبي ويفرج عنه ويخرج معززا مكرما؟ في ذكرى سبتمبر العظيم، تحت هذا العنوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي تنشره بلقيس، مضيفا: إن كان من حدث قائد ومحرك وذي مغزى وهدف كبير في حياتنا المعاصرة، فهو ثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي عجلت بثورة 14 من أكتوبر الخالدة، وكانت الجمهورية في الشمال والجمهورية في الجنوب بما تبنته من مبادئ وقيم قد كونت اليمن الكبير، اليمن الموحد، وحققت حلم كل أحرار اليمن. تحية لقادة الثورة اليمنية، طلائع الأحرار، صناع التغيير، الأحياء منهم والذين قضوا نحبهم وما بدلوا تبديله، وتحية إجلال لشهداء الحرية والاستقلال والوحدة الذين مهدوا لنا جميعا طريقا للتقدم ومسارا للتطور والتنمية، ووضعوا اليمن على طريق
البعث الحضاري الذي حرك سبات الأمة وقادها إلى عصر التنوير. فكانت اليمن رافداً آخر لحركة التاريخ المعاصرة في أمة تقاوم الظلم والاستبداد. وتحية خالصة لمن رفضوا الإمامة في الشمال بكل أشكالها وقاوموا الاستعمار البريطاني في الجنوب، وتحية للقابضين اليوم على جمر الوحدة لم تغيرهم صروف الدهر، ينافحون بقوة عن المستقبل، عن الدولة الاتحادية، عن اليمن الكبير، مشروعنا الأحدث في مسارنا نحو الحرية والعدالة والمساواة، وبوابتنا لحياة أفضل، وطريقنا لإعادة البناء واستعادة الدولة والنظام الوطني وجمهورية المستقبل. وتحية لشعب عظيم يقاوم السقوط ويرفض الانحناء. لقد انتهت حياتي، قالت عفاف وأثر الشظايا على وجهها، إذ لم يعد بمقدور القدم الاصطناعية التي تتكئ عليها الآن أن تعيد لها ابتسامتها بعد أن أفقد الحوثيون قدمها اليمنى بلغم أرضي زرعوه جوار منزلها في الشقب بالتعز. هذا ما افتتح به موقع أنسان تقريره الخاص تحت عنوان الموت الحوثي بلا خرائط. عفاف واحدة من مئات الضحايا الذين تسببت في إعاقتهم الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة في الأماكن والمناطق التي ينسحبون منها، في الجبال ووسط الأحياء السكنية والمزارع والحقول، وتسببت الألغام بحرمان الناس من مصادر المياه والغذاء، وقتلت مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار، وأسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في معظم أنحاء البلاد التي باتت تعرف بأنها تشهد أسوأ أزمة للأمن الغذائي في العالم، إذ تشير إحصاءات إلى أن 25% من الأراضي الزراعية ملغومة. وتصدرت اليمن قائمة الدول الأكثر حوادث انفجار ألغام على مستوى العالم خلال 2018 فقط، بحسب تقرير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، تليها مالي، أوكرانيا وباكستان، فيما احتلت دولة مالي قائمة الضحايا، تليها اليمن، إذ يشير التقرير الدولي إلى 142 ضحية في 75 حادث انفجار ألغام في اليمن، مقابل 254 ضحية في 52 حادث انفجار ألغام في مالي. وبحسب إحصاءات سابقة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التابع للحكومة اليمنية، فإنه تم نزع أكثر من 257 ألف جسم غريب ولغم وعبوات ناسفة، منها حوالي 71 ألف لغم مضاد للأفراد منذ 4 سنوات. بعضنا لا يرى أن الناس سواء. تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. المساواة مثال على القيم الكبرى المفقودة في الثقافة العربية. الواقع أن معظم ما ينطوي تحت المبدأ العريض المسمى حقوق الإنسان غائب أو منتقص، بحيث يغدو حضوره وغيابه سواء. وقد تعمدت استخدام مثال المساواة لأن هذه القيمة محمية في القرآن الكريم على نحو أكثر وضوحا من بقية القيم كالحرية مثلا. وأقصد بالوضوح هنا أن أبسط معانيها صادف هوى عند الناس كافة، وبينهم من ينتمي إلى الثقافة العربية. خلاصة هذا المعنى هي أن كل إنسان يعد واحدا ولا أحد يعد أكثر من واحد، وتنسب هذه الصيغة إلى جيرمي بنثام الفيلسوف الإنجليزي. أما سبب ميل الناس إلى المعنى المذكور فلأنهم يظنونه النتيجة الوحيدة المنطقية لمبدأ التكافؤ الأصلي بين البشر، طبقا للآيات والأحاديث التي تؤكد القيمة المتساوية للبشر كافة عند الولادة، وأنهم ينتهون إلى آدم وهو ينتهي إلى التراب. مبدأ التكافؤ الأصلي هو الأرضية الفلسفية لفكرة أن كل إنسان يعد واحداً. أقول إن هذا أبسط معاني المساواة، أما المعاني المعقدة فلم تحظى بما تستحقه من بحث في الأدبيات العربية، ولعل أبرز المقاربات من هذا النوع هي التي جاءت في سياق الرد على الانتقادات المتعلقة بحقوق النساء في الإسلام. وهذه الردود اعتمدت جميعاً مفهوم المساواة الذي صاغه أرسطو، أي مبدأ معاملة المتساوين بالسوية. وفقاً لهذه الرؤية تفهم المساواة على مستويين، المساواة العددية والمساواة الهندسية. يقصد بالأولى أن جميع الناس متساوون بلا فرق بين أحدهم والآخر،
ويقصد بالأخرى أن المجتمع منقسم بطبيعته إلى دوائر وشرائح تتفاوت فيما بينها حسب مؤهلات أعضائها ومكانتهم وحجم مساهمتهم في حياة المجتمع. حسناً، أين تتضح المفارقة؟ حين تسأل عربياً عن مفهوم المساواة الذي يتبناه، فسوف يذكر النوع الأول، كل الناس سواء، وسوف يعتقد أن هذا هو المعنى المراد في الإسلام وفي أخلاقيات العرب. لكن حين تذكر أمثلة من حياتنا الواقعية مثل التمييز بين الجنسين وأمثالها، فسوف يتراجع إلى موقف اعتذاري أو تبريري. في إحصائية أولية وبغارتين جويتين نفذتهما مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي في محافظة الضالع، كما أوردت صحيفة العربي الجديد، مقتل 16 مدنيا بالترافق مع تصاعد وتيرة الضربات الجوية للتحالف في أكثر من محافظة يمنية. أفادت مصادر محلية وأخرى تابعة لجماعة الحوثيين بأن عدد القتلى جراء غارتين ارتفع إلى 16 قتيلا أغلبهم أطفال ونساء. وقالت الصحيفة أيضا إن الغارتين استهدفتا منزلا لمواطن يمني يدعى عباس الحالمي بمنطقة الفاخر في مديرية قعطبة، وجاءت الغارتان بعد يوم من مقتل مدنيين في محافظة عمران شمال صنعاء، حيث استهدف التحالف مسجدا لجأت إليه أسرة نازحة جراء موجة غارات في منطقة حرف سفيان. يذكر أن الغارات الجوية للتحالف تأتي على الرغم من إعلان الحوثيين وقف الهجمات الصاروخية وضربات الطائرات المسيرة باتجاه السعودية ومطالبتهم الأخيرة باتخاذ قرار مماثل. وصف تربويون يمنيون بحسب الشرق الأوسط زيادة الجرعة الطائفية في المناهج التعليمية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بأنها حصار لتلك المناهج ولعقول التلاميذ. مصادر تربوية بصنعاء كشفت للشرق الأوسط عن إجراء الميليشيا الحوثية تغييرات واسعة في المناهج الدراسية، واستهدفت بتغييراتها المناهج الخاصة بطلاب المرحلتين التمهيدية والأساسية. وأكدت المصادر التربوية أن الجماعة الإنقلابية بوزارة التربية والتعليم وعبر عدد من اللجان التابعة لها بالوزارة قامت بتغيير المناهج الدراسية في مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية بشكل خاص في محاولة منها لإضفاء طابع شرعي عليها. وأظهرت صور عدة من منهج التعليم الابتدائي تداولها ناشطون محليون على شبكة التواصل أظهرت تغيرا واضحا في المنهج من قبل الميليشيا وأحقن بأفكارها الطائفية، الأمر الذي سيخلق جيلا عدائيا يحكمه الفكر الطائفي. في ظل مشهد مليء بالصمت الرسمي والشتات الوطني وغياب بوصلة الحفاظ على الهوية اليمنية الواحدة، جاءت انتصارات منتخبنا الوطني للناشئين لتعيد للروح اليمنية وهجها وحضورها الأخاذ. هكذا بدأ وليد جحزر مقاله المنشور في موقع أنسام مضيفا: مرة أخرى بل ومرات تؤكد كرة القدم وفنونها أنها بمفردها ما تستطيع أن تعيد للمعادلة الوطنية وللحضور اليمني شوكة ميزانه الضائعة ويقينه المنعدم بفعل الحروب والصراعات وشعارات الكراهية والخوف. ومع كل هدف وفرصة وتمريرة حاسمة كانت القلوب تخفق بالرجاء والحب والأرواح تمتلئ بمعاني الحياة والأمل، مع تأكيد في تأكيد القادم الأجمل الذي ينبعث من بين الأنقاض وركام الحرب والألم. ولم تكن تصفية آسيا التمهيدية في الدوحة مجرد مباريات اعتيادية تنتهي بتتويج متصدر وحيد ومغادرة خاسرين مجموعة المنافسة، ولم يكن أيضا هدف محسن قراوي الأسطوري في مرمى المنتخب السعودي مجرد هدف جاء في لحظة خاطفة من تواكل الدفاعات السعودية وشتات تركيزها، بل كان كل ذلك بالنسبة لليمنيين شيئا آخر تماما. أصبح لمعنى التأهل قيمة براقة، وصار للهدف رصيده الكبير الذي يفوق حسابات الأهداف التقليدية لدى بقية المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات، معنى يرتبط تماماً بتاريخ الوطن الذي تتناهشه عصابات الفيد والمصالح الشخصية الضيقة، بعد أن جاء هؤلاء اللاعبون الواعدون من مدن الحصار والخوف ليقولوا بصوت مسموع وعلى بساط الجدارة والاستحقاق أن اليمن ولادة
ولديها الكثير من الإبداع والألق الذي بوسعه أن يضيف لهذا العالم البائس المحابي والجبان الكثير من مفرداته التاريخية وتميزه العظيم، وأن ثمة أجيالاً واعدة ستخرج من بين أنقاض الدمار كي تشارك بفعالية في صياغة الوجدان اليمني وتسهم في تحديد مساره بعيداً عن الوصايا واشتراطات التدجين ومصادرة أحلام الشعوب. وما ميز تأهل الناشئين لنهائيات آسيا 2020 في البحرين هو الوعي النادر والواثق الذي ظهر عليه لاعبون صغار يفوق تفكيرهم سنوات عمرهم الصغيرة، وهم يتحدثون بثقة عن اليمن الواحد والفرحة الواحدة والانتصار الذي لا ينبغي له أبداً أن يغيب عن أذهاننا وسواعدنا مهما كانت الظروف والتحديات. ما يدور بفكرك ظل لغزاً لكل من حولك، لا أحد مهما بلغ قربا منك يمكنه أن يعرف بما تفكر، أما الآن فقد تطور العلم إلى حد أنهم يمكن أن يطالعوا أفكارك. وفي صحيفة التايمز نطالع تقريرا بعنوان فيسبوك تشتري شركة تكنولوجيا لقراءة العقول، وتقول الصحيفة إن عملاق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك أنفق ما يصل إلى مليار دولار لشراء شركة تنتج أشرطة ذكية للمعصم لها القدرة على قراءة عقول مستخدميها. ويقول الكاتب إن فيسبوك اشترت شركة CTRL Labs التي تم تأسيسها قبل 4 أعوام ومقرها نيويورك، وشارك في تأسيسها توماس ريردون الذي ابتكر متصفح الإنترنت إنترنت إكسبلورر وباتريك كايفوش وهو عالم أعصاب. ويضيف الكاتب أن هذه أكبر عملية شراء يقوم بها فيسبوك منذ 5 سنوات. ويقول الكاتب إن CTRL Labs صممت أشرطة للمعصم يمكنها قراءة الأوامر التي يرسلها المخ إلى عضلات الذراع، وبالتالي يمكنها معرفة الحركة التي يود الشخص القيام بها بيده قبل القيام بها، سواء كان ذلك الضغط على زر فارة الكمبيوتر أو الطباعة على لوحة الطباعة. أما فيما يتعلق بفيسبوك فإن التقنية الجديدة تمكن المستخدم على سبيل المثال من مشاركة الصور مع أصدقائه بمجرد التفكير في ذلك دون القيام بأي حركة جسمانية أو كتابة منشور دون الحاجة إلى طباعة الحروف. أصدروا الأغاني لطردهم وقدموا عروضا مسرحية للنيل منهم، ومارس اللبنانيون في شوارع بيروت كل أنواع العنصرية ضد الهاربين من الحرب السورية وهم أحياء، لكن الأمر وصل إلى الموتى. ووفقا للموقع البريطاني BBC نبش قبر طفل سوري لاجئ في لبنان يثير غضبا واسعا. ووفقا للموقع فقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نبش قبر طفل سوري لاجئ في قرية عاصون اللبنانية بحجة أن المقبرة تخص اللبنانيين فقط. وأفادت أنباء أنه عقب دفن عائلة سورية لاجئة لطفلها الميت في مقبرة بلدة عاصون الواقعة في قضاء الضنية شمال لبنان، أقدم شخص يعمل على سيارة إسعاف في البلدة على نبش قبر الطفل ذي 4 سنوات وإعادة الجثة إلى عائلته، متحججا بحصر سلطات القضاء الدفن بأهل القرية من اللبنانيين فقط، وذلك لضيق مساحة المقبرة. ودفنت العائلة لاحقا ولدها في بلدة أخرى في قضاء سير الضنية، وأصدرت رولا البايع القائمة بأعمال بلدية عاصون بيانا نفت فيه إعطائها أي تعليمات بانتشال الجثة من المقبرة وأنه لم يكن لها علم عن هذا الموضوع. وأضافت بالعكس تعاطفت مع أهل الميت وطلبت إعادة الجثة إلى المقبرة وإنني أستنكر هذا العمل المدان كليا. أما الائتلاف السوري المعارض فقد أصدر بيانا استنكر فيه واقعة نبش قبر الطفل ومشيدا بمبادرات الإخوة اللبنانيين ردا على ما جرى. أخبار مفرحة من العالم العربي، تحت هذا العنوان كتب علي أنوزلا مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. تعيش المنطقة العربية على إيقاع أحداث مسرعة تقع أمامنا يومياً، وبتنا نتابعها على الهواء مباشرة. ما يجمع بين هذه الأحداث أنها لا تقع في بقعة واحدة، وإنما في عدة مناطق داخل الرقعة الجغرافية العربية الواسعة من المحيط إلى الخليج، والخيط الرابط بينها أنها كلها أحداث تحمل في طياتها بشائر التحول العميق المقبل.
نحن أمام صعود وعي شعبي جديد يصنع التغيير على الهواء مباشرة ويدفع المنطقة نحو تغيير جذري، تغيير في بنيات التفكير القديمة وفي طريقة العمل التقليدية وفي ممارسة السياسة والتعاطي معها بشكل يختلف عن الأساليب التي تعودنا عليها. ولأول مرة في تاريخ المنطقة العربية يقع هذا الكم من الأحداث التي يمكن وصفها بالمفرحة لأنها تنبئ بما هو آت. والبداية من الجزائر التي تحدث فيها واحدة من أكبر المحاكمات التي لم يسبق أن شهدتها أي دولة عربية. من كان يتوقع حتى الأمس القريب أن يقف في قفص الاتهام شقيق رئيس عربي ما زال على قيد الحياة ورئيس أكبر وأقوى جهاز مخابرات في البلد ووزير دفاع سابق كان الحاكم الآمر في عهده. وغير بعيد عن الجزائر فاجأت نتائج الانتخابات التونسية المتتبعين للشأن السياسي في هذا البلد عندما أظهرت أن الوعي الشعبي في تونس انتقل إلى مرحلة التعبير عن نفسه عبر صناديق الاقتراع. وفي السودان تحدث ثورة هادئة بعد الهبة الشعبية الكبيرة التي أطاحت رأس النظام السابق، وفيما يحاكم الدكتاتور الذي حكم البلاد 3 عقود، أمرت الحكومة المدنية المدعومة من الحراك الشعبي بفتح تحقيقات حقيقية في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الانتفاضة الشعبية. الحدث الكبير الذي لا تخطئه العين هو ما يقع في مصر التي نجح شعبها من جديد في تكسير حاجز الخوف والخروج من حالة التنويم المغناطيسي الجماعي الذي حاول النظام بكل أدواته أن يخضع وعي شعب بأكمله. صور متنوعة تطغى عليها الأحداث السياسية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. الكاريكاتور فن يسابق الكلمة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة. مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.